خلينا نطمئن على الكابتن خطيب ونطمن حضراتكم على صحته. معنا على الهاتف الاستاذ الدكتور يسري الهواري، طبيب المعالج اللي استقبل الكابتن محمود الخطيب. يا دكتور اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بعد اذاعه حضرتك. الاستاذ ابراهيم بيكلم حضرتك وانا عادل القيعي دلوقتي، ويا ريت اهلا بيك يا دكتور. احنا بنزعج حضرتك معلش، لكن عايزين نطمئن بس على يعني هو لحد امبارح بالليل يمكن للساعه 12 كنا في مكان مع بعض وما قالش اي حاجه، وبعدين اداني ميعاد الصبح الساعه 12 النهارده، وبعدين كلمني قال لي اجله الاثنين، وبعدين اجله للساعه 4 او 5، ففهمت ان هو عنده يعني مشكله بسيطه، بس طالما ان الناس كتبت يبقى لازم سيادتك تقول لنا ايه الوضع بالظبط. وطبعا انا استاذنت كابتن محمود في المعلومات، فهو عارف ان انا هتكلم عليها. كابتن محمود كان من 3 اسابيع جاله وجع في رجله، لا عرق نسا نتيجه فيه غضروفين في الظهر. وان سبق ان عمل عمليه قبل كده من كام سنه، عمليتين. فالمهم بقى عنده غضروفين، واخر 3 اسابيع كان بيتحامل على نفسه جدا وما كانش بيقدر، بذل مجهود كبير. فاحنا النهارده عملنا له حقن للعصب تحت الاشعه في اوضه العمليات، والحمد لله هو لسه انا سايبه من ساعتين كده كان كويس. وعملنا العمليه الساعه 8 الصبح، والساعه 12 كان قاعد في اجتماع يعني وفي المستشفى. فيعني شخصيه جميله جدا، ويعني وعايز يعني ما يضيعش اي وقت عشان خاطر هو. اللي طمني عليه انه قال لي تعالى لي المستشفى مع الضيوف اللي جايين، ففهمت انه يعني حالته باذن الله تكون. لكن هي عمليه في الغضروف بتتعمل ونتيجتها على طول بتبان. حقن في الغضروف. هو حقن يا دكتور؟ هو كان حاسس ان هو احسن، وكان سيبته انا كان عايز ينزل العزاء بتاع الاستاذ ابراهيم نافع، فحتى مش عارف هو نزل ولا لا، بس كان قلت له يعني لو قدرت انزل، لو ما قدرتش خليك مريح النهارده. يعني عمليه حقن في الغضروف علشان بتعمل زي عمليه تسليك كده في حوالين العصب. تسليك حوالين العصب. تمام. وبتبقى تحت المجهر، وفي ساعتها بتبقى الموضوع انتهى يعني. ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله دكتور كويسه وما نحتاجش عمليات ان شاء الله. يعني هو عملها 8 الصبح، 12 كان عنده اجتماع في المستشفى بخصوص النادي. ايوه. والصبح يا بشر عمله عادي ان شاء الله. ان شاء الله اتوقع كده يعني من بكره يبقى كويس ان شاء الله. ربنا يخلي سعادتك، ومتشكرين على وقتك وتفضلك. متشكرين يا فندم. شكرا جزيلا للدكتور يسري الهواري. واعتقد طمن حضراتكم كتير على الحاله الخاصه بالكابتن محمود الخطيب، لانه المواقع كانت كتبت ووسائل الاعلام كانت قالت كتير في الساعتين ثلاثه اللي فاتوا، بتبقى بيصير التكلم. فهي ببساطه شديده جدا زي ما الدكتور يسري قال، المساله نتيجه بعض الالام في العمود الفقري، مأثر على الرجل شويه، عامل الم في الرجل، احتاج حقن للعصب بين الغضروفين علشان يسكن هذا الالم. كابتن خطيب اتعملت له عمليه الحقن ديت الساعه 8 صباحا، الساعه 12 بص يا استاذ ابراهيم انا اشرحها لك، لان انا عملتها في رقبتي. كانت مقصره على دراعي وعلى رجلي. فعملتها فصلحت رقبتي، صلحت حاجات في تاثير التنميل اللي بيجي في الرجل، هو من الاجهاد وضغط اما تقف كتير، وهو واقف كتير الفتره فاتت ومشي كتير. ايوه. العضلات طبعا بتاعه الرياضيين بتضعف، بيبقى التحميل على الغضاريف. دي نوع من الفزلكه من عندي، لان مريت بالتجربه كده. فهو موضوع بسيط، انت بتعمله وبتمشي. هو طبعا ده اجهاد يعني. نتيجه المجهود الكبير، مجهود ولا، وهو السن. خلي بالك كلنا ظهرنا ورقبتنا والكلام ده احنا بنعاني، وقد تبقى عندك اعراض انت مش عارف سببها ايه، تطلع على الغضاريف. يعني تشعر ساعات بضربات هنا في القلب، تطلع الرقبه. فيعني الحمد لله احنا بس نضمن الناس ان المساله بسيطه، وانه كان بيباشر عمله حتى هو في المستشفى، وبكره هي. انا لاحظت يعني كلام الدكتور يسري. أيوة. ان الساعه 12 الظهر كان عامل اجتماع في المستشفى. ايوه. وبعديها الساعه 5. انا عارف.
طيب النهارده برضو الاهلي بيطمئن على مجموعه من اللاعبين اللي ما كانوش بياخدوا فرص الفتره اللي فاتت، وعدد من اللاعبين الصاعدين المؤهلين ان شاء الله ان هو يبدا الناس تشوفهم في الفريق الاول. لعب الاهلي مباراه وديه مع البلاستيك، فاز 3-1.